أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفاله بذكرى وزارة أو احتفال الداخلية بذكرى السبعين لعيد الشرطة ان رجال الشرطه اثبتوا في معركه الاسماعيليه عام 1952 ان الدفاع عن الاوطان ليس مرهونا بامتلاك العده والعتاد بل بمدى عقيده الرجال الراسخه داخل نفوسهم قد اثبت رجال الشرطه المصريه في ذلك اليوم ان الدفاع عن الاوطان ليس مرهونا بامتلاك العده والعتاد وانما هو مرهون بمدى ايمان وعقيده الرجال الراسخه داخل نفوسهم شعب مصر العظيم ان الغايه الاسمى للدوله هي المحافظه على بقائها وحفظ الامن والامان لمواطنيها وهذا لن يتاتى دون وجود جهاز شرطه وطني واع ومدرك لطبيعه مهمته جيدا